السلام عليكم. عيد الأضحى على الأبواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة والهنا والرزيق والراحة. هنا غادي نقدم لكم واحد المائدة، شنو نديرو فيها؟ غادي نديرو فيها دجاج مشوي، وغادي نديرو معاه واحد لاصوص طوماط، وغادي نديرو معاه واحد شلاضة خفيفة. هنايا عندنا كيلو ونص هكا دجاج، عندنا معلقة كبيرة زعترة، ماشي زعتر، زعترة، الزعترة هي هذه، شوفوها الزعتر كيكون في شكل وزعترة في شكل. هنا عندنا معلقة كبيرة نتاع زعترة، عندنا جوج معالق كبار زريعة القزبور، عندنا معلقة صغيرة ديال التومة بودرة، ديك التومة المجففة اللي راه سبق لي وحضرتها لكم، الا بغيتو تشوفوها تلقاو الرابط اسفل الفيديو. عندي هنا معلقة صغيرة ديال الكمون، عندي جوج معالق كبار ديال البصلة محكوكة، عندي جوج معالق دمطيشه، جوج معالق نيس كبار دمطيشه محكوكه، مطيشه ماشي نتاع الحك، المطيشه حب. عندي هنا معلقه كبيره ديال الحامض يعني عصير الليمون، عندي جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، عندي معلقه صغيره نتاع الخرقوم، معلقه صغيره ديال الفلفل، الملحه كتبقى على حسب الذوق. نقطو واحد الماعون كيكون كبير كنديرو فيه الخلطه ديالنا. هنا بالنسبه للملحه ما خصناش نقوي الملحه، لان الدجاج راه كيكون عندنا مغسول ومرقد في الملحه، ما كنبغوش نكثروا. بالنسبه لي ما عندوش هاد الثومه بودره، يمكن له يدير معلقه صغيره نتاع الثومه مدقوقه. هنا هاد التوابل الثومه غادي نزيدهم هنايا، هاد معلقه عصير الحامض او عصير الليمون، هنا جوج معالق كبار نتاع زيت الزيتون، واللي ما عندوش زيت الزيتون يمكن يدير زيت نباتيه. هنا نخلطوا التتبيله ديالنا، هذا هكا، وكنبداو نحشيو في هذوك التفليحات اللي درنا، يعني في ما كانت عندنا شي تفليحه كنعمروها بهاد لاصوص. هنا الدجاج ديالنا بعد ما شرمناه راه 30 دقيقه عاد يمكننا باش نطيبوه. هنا وراه يمكن له يجلس حتى 24 ساعه هكا خضر ما حدو جالس، هو كيزيد يشرب التوابل ديالو هكا باش عاد كنطيبوه. هنا دابا غادي نصوبوا لاصوص، عندنا 500 غرام ديال المطيشه، 3 الفصوص ديال الثومه، 200 غرام ديال البصله، الملحه على حسب الذوق، 3 معالق كبار زيت الزيتون، عندنا هنا معلقه كبيره د عصير الليمون او الخل اللي كان يمكن لكم تقليو به، معلقه صغيره نتاع السكر، هنا عندنا معلقه صغيره ديال الزعتره، عندنا هنا معلقه كبيره ديال زريعه القزبور، عندنا هنا معلقه صغيره ديال التحميره، عندنا معلقه كبيره ديال الطحين. هنا درنا الزيت في مقله، كنديروا هاد البصله هذه، انتم تشوفوا البصله راه مقطعينها غير هكا طروفا يعني كبارين ماشي صغار، يعني غير تشحر. حنا درنا البصله ديالنا، نديروا الملحه على حسب الذوق. هنا غادي نردوها فوق البوطه تشحرنا البصله. هنا هذه بعد ما شحرناها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، هنا كنجيبو هاد الثومه هادي كنقطعو غير هكا كبيره، ماشي يعني نديروها صغيره باش حتى هي كطلق لذة مع الثومه. كنزيدو هاد المعلقه هادي ديال الطحين، معلقه كبيره، وغادي نخلطو كلشي ونردوها تشحر تقريبا واحد 3 دقائق اخرى. هنا بعد ما شحرنا البصله ديالنا والثومه والدقيق 3 دقائق، زدنا عليهم المطيشه ديالنا اللي حنا راه غير غسلناها وقطعناها، ما حيدنا لها لا زريعه لا قشره. هنا غادي نزيدو عليها هاد العطريه ديالنا، وراني زدت عليها كاس ديال العنبه ديال الماء، كاس عامر تاع العنبه، هنا كيساوي 150 مليلتر. صافي غادي نسدو على الطاوه ديالنا ونخليوها طيب. هنا بعد 5 دقائق هي كتغلي، لقيت خصني باقي نزيدها كاس اخر ديال العنبه نتاع الماء،
هنا بالنسبه دابا الماء راه دخلت لنا 300 مليلتر ديال الماء. هنا غادي نخليوها تغلي واحد 5 دقائق اخرى ونطفيو عليها. هنا دابا غادي ندير واحد الشليضه راه سهله وخفيفه، والشليضه تيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديروا هذه بلا ريكو، يمكن لكم ديروا عده شليضات راهم عندي على القناه خاصين بصحاب الحينيه، راهم موجودين عندي، غير تقلبوا راكم تلقاوهم. هنا دابا انا فضلت هذا النهار ندير لاريكو. هنا كنقطعوا هذه لاريكو، هذه كنقيوها كنحيدوا لهذيك، كيكون واحد الرويس من هنا ورويس من هنا، وكنقسموها ما كنخليوهاش هكا طويله، وكنغسلوها وكنديروها كتبخر. من بعد ما كنبخروها كنخليوها حتى تبرد. هذه راه يمكن لكم بحال دابا بالنسبه للعيد والعواشر، والله يسلعوا السيده كتصبح في الصباح يعني مشغوله بزاف، راه يمكن لها تبخرها وتخليها حتى تبرد وديرها في توبينه وديرها في الثلاجه، راه ما كيوقع لها والو، يعني واخا تبات في الثلاجه ما كيوقع لها حتى حاجه. بالنسبه للتوابل حتى الساعه التي تكون تقدمها عاد دير لها التوابل. هنا عندي 500 غرام تاع لاريكو يعني اللوبيا الخضراء، عندي هنا 3 معالق كبار البصله من الاحسن هاد البيضه، عندي معلقه د المعدنوس، عندي القليل من الفلفل، عندي القليل من الملحه، عندي معلقه كبيره ديال عصير الليمون، واللي ما عندوش الليمون يمكن له يعوض بمعلقه صغيره تاع الخل. هنا عندي زيت الزيتون 2 معالق كبار. دابا ان شاء الله غادي نبدا. ها هي لاريكو ديالنا راه مبخره، غادي نديروا لها هاد البصله، كنديروا المعدنوس. بالنسبه للفلفل غير شويه، يعني نقول لكم غير ربع معلقه. الملحه على حسب الذوق، يمكن لكم كاع تخدموها حتى بلا ملحه راه كتجي زوينه، حتى الملحه نتوما تشوفوا راه مكثرتش. هنا زيت الزيتون او زيت نباتيه، كيبقى لكم الاختيار. هنا معلقه تاع عصير ليمون. هنا الشلاطه ديالنا غادي نخلطوها، واخا الشلاطات الاخرين تاع اللي كتكون فيهم مطيشه والخيار ما كنخلطوهمش، ولكن هذه ما كتطلقش الماء، يعني ضروري باش نخلطوها ونغطيوها ونخليوها حتى تاع تقلي. هنا بعد ما طفينا البوطه نزيدو هذا السكر، هذا راه هو مازال سخونه، وغادي نزيدو هذا العصير الليمون ديالنا. غادي نخلطوها مزيان مع حتى سخونه باش السكر يذوب لنا. وبعد ما كنطحنها في الخلاط الكهربائي راني كنصفيها، نتوما تشوفوا ديك البودور ديال المطيشه والزريعه وديك الزعتره راه كلهم كيبقاو هكا في الصفايه. هنا ها نتوما تشوفوا الكثافه نتاع لاصوص. هنا دابا بالنسبه للشوي ديال الدجاج، راه يمكن لكم تشويوه في هذه الاله الكهربائيه، يمكن لكم تشويوه في النافخ، يمكن لكم تشويوه في الفران. صافي غادي نخليوه واحد 15 دقيقه ونعاودو نقلبوه. هنا بعد ما دازت 15 دقيقه هانا غادي نقلبو، وهنا كتبقى الطياب كتبقى على حسب العافيه، ولكن حنا ما خصناش نديرو عافيه مجهده. بالنسبه للفران الا شويناها في الفران راه كتاخذنا 30 دقيقه عافيه، كتكون وسطه ما كتكونش مجهده. بالنسبه للنافخ او هاد الشوايه الكهربائيه حتى هذه راه ما كنديروهاش مشوه على المهل حتى كطيب على راحتها. هنا بعد 10 دقائق وفاش قلبناها على الوجه الاخر، من بعد كنقطو كنقلبوها هكا بالفرشيطه يعني او الشوكه، يعني غير كندخلها كتعاود تخرج. هنا دابا راه هو طايب، هانتوما تشوفوا الدجاج ديالنا كيتجي. ثم راه كيجي طايب. المائده ديالنا هي هذه، هاد الدجاج ديالنا، ها لاصوص، راه هاد لاصوص مع هاد الدجاج راه كتمشي رائعه. ها الشليضه ديالنا راه زيناها بشويه نتاع خيزو والخيار. هنا كنساوش الطبله من الزويتنات ومن الخبز الدياري، من الخبز البلدي. هذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء،
وما تنساوش من خيرات في القناة على اليوتيوب، وتحميل تطبيق كويزين ربيعة أو مطبخ ربيعة على الهواتف، وبصحة وراحة.